أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من مدن عراقية، ونتجول اليوم في محافظة بابل. محافظة بابل هي إحدى المحافظات الواقعة في وسط العراق، تقع جنوب العاصمة بغداد، وقد ورد اسمها بالقرآن الكريم. كلمة بابل تعني باب الإله، وصارت بابل بعد سقوط السومريين قاعدة تسمى إمبراطورية بابل، وقد أنشأها حمورابي المشرع الأول في التاريخ الإنساني حوالي 2100 قبل الميلاد. وبها حدائق بابل المعلقة التي تعد من عجائب الدنيا السبع. إذاعة بابل إذاعة منوعة فيها البرامج الصحية والاجتماعية والترفيهية، وتستقطب مختلف الطوائف الثقافية من الطلاب والربات البيوت. طبعا هو الانقسام الطائفي أو التوتر الموجود في كل أنحاء العراق موجود، يعني احنا نحس به، بس نقدر نقول محافظة بابل هي أقل بالنسبة للعنف الطائفي والتفرقة، يعني أقل طائفية أقدر أقول. وكان أفخم هذه البوابات بوابة عشتار الضخمة، وبها معبد مردوك الموجود داخل الأسوار بساحة المهرجان الديني الكبير الواقعة خارج المدينة. وقد سماها الأقدمون بعدة أسماء، منها بابلونيا، وتعني أرض بابل ما بين النهرين وبلاد الرافدين. يعني معروفة في كل أنحاء العالم بابل، بابلون، بابلون سيتي، يعني الآثار البابلية ومدينة بابل الحدائق الجنائن المعلقة، يعني هذا في التراث أو في الصرح موجود من الزمن القديم، ما ممكن نمحوه. ما زلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامج مدن عراقية، وما زلنا نتجول في محافظة بابل وفي مدينة الحلة بالذات.